تعرف رويشد ولا ما تعرفش؟ والله العظيم رويشد فنان بصح ما على باليش. رويشد ايه يا ربي ايه، هذا كاع الخوف رويشد ونسيته. الله نحسب بارك. 50 100 1 2 3 4 5 6 7 170 مليون هنا. نعاود نحسب، عطيلي. مئة وسبعين مليون. مئة وسبعين مليون على الاختيار الرابع مش الثالث. مئة وسبعين مليون على حسن عياد. حتى المخرج تاعنا درتو له لابانيك. جواب كيما هادي ما تعرفوش. رويشد زكية راجلك مجاهد، زكية ما تخافيش راجلك مجاهد. أعطيني نحسب خويا. 170 مليون على أحمد عياد. مصطفى عياد أشاك فوا نتلاقى بالاسم هذا في جينيريك تاع المسلسلات الجزائرية. مانيش غلط أمينة، مصطفى عياد هذا الاسم موالف نتلاقاه في لي جينيريك تاع المسلسلات الجزائرية. وش معناتها؟ لما نتلاقى مع اسم تاع مصطفى عياد في الجينيريك تاع مسلسلات الجزائرية وش معناتها؟ خمم تتزوج لك ونولي ليك انت. نورتين. نعم. شوف خويا. قبل عطيني تشون واضر. هذه مسرحية تاعك، بصح حنا رانا في الواقع وعلى ركح المسرحية. دخت. دخت من وادر تاعك شيخ نور الدين. خويا نور الدين. عبد الرحمن عياد. منين؟ آه يا قلبي آه. عبد الحكيم. نعم. ليزيتاسيون تاعك لما كنت رايح عند مصطفى عياد وعاود وليت لاحمد عياد، وش نسموها؟ شجاعة ولا جرأة ولا نبدلوا وبدلنا الاختيار ماشي في اخر دقيقة، في اخر ثانية. وش تسميها؟ ممكن تسرع. متسرع بزاف انت، انت متزوج ياك؟ ايه متزوج؟ ايه متزوج. حبيت نسقسيك، واش تقول على الزواج للشيخ عبد اللطيف اللي ما حبش يتزوج؟ الزواج مليح ولا لا؟ لا مليح، نقولها زرب راك روطار. قال لك ازرب راك روطار يا اخي العزيز. ازرب في عمرك 35 سنة وماذا بينا ان شاء الله تلقى النصف الاخر تاعك ان شاء الله. مي اون اتوندون يلزم تتشمخ باش تشرب مخك وتتزوج. أول مرة نشوف واحد طاح في الماء ويرفد في الدراه. يا وراحوا راحوا 170 راحوا باي باي. يا ولد عمي
عباس.